عليك البطوله رقم 28، البطوله هذه تهزت قبل 3 جولات، ونقولوا احنا تهزت انتم ما زلتوا في الروتين. صحيح، الحمد لله يا ربي يظهر لي. مبروك علينا، يعطيك الصحة، ومبروك على العائلة الترجية الكل. البطولة كي تسمع لي تهزت قبل بثلاثة جولات وأربع جولات، تشوف تقول لي بطولة سهلة، بالعكس البطولة كانت صعيبة برشا. تعدينا بمراحل صعيبة في وسط العام، وموسم كان طويل وشاق. الحمد لله يظهر في الأخر الأجدر هو اللي فاز بالبطولة، وإن شاء الله تتويجاتها ما تقفش هوني، ومزيد تتويجات في المستقبل إن شاء الله. الفرحة هذه كانت ناقصة جماهير الترجي التونسي سيدي. حاجة توجع برشا اليوم انك تنتصر بتيتر معنا وجمهور مش معاك، معنا الفرحة كما طعام ناقص ملح. هذول الفرحة اليوم ما كانت شكل الفرحة الكبيرة بالنسبة لينا، في انه الواحد الاربيتر زفر يتلفت يلقى المدارج كلها فاضية وفارغة. هذول حاجة توجع برشا بالنسبة لينا، اقل حاجة الواحد ينجم يعملها معهم انه يفرحهم حتى في بعدهم الاغل. ان شاء الله التتويجات الجاية يكونوا موجودين. هذه حاجة يظهر لي مش تمسنا كان احنا، يظهر لي ان شاء الله الجمهور ماذا بينا يكون موجود في الماتشات الكل بالنسبه لنا نحن. يعني ماتش كيما هذا وماتش امبورتون تربحوا وتهز تيتر يزفر الاربيتر كيما قلت لك، معنا تلافت مدارج فاضيه كاين الواحد يلعب في ماتش اميكال، معنا حاجه توجع بالنسبه لنا وما عندهاش حتى جو بطوله كيما هذه. اما اش باش نعملوا، يظهر لي لازمنا نتعاملوا بالشيء الموجود، يظهر لي حاجه توجعنا. قمت بالواجب اتجاه جماهيركم واتجاه يوسف المساكن زاده. صحيح يوسف، اول حاجه نهديو له البطوله هذه ونتمنى له الشفاء العاجل والعوده السريعه للميادين ان شاء الله يكون. نعرف يوسف يظهر لي برشا عنده كاركتير باهية، ونعرفه اللي في الاوقات الصعبه يكون راجل وقدها ان شاء الله، يعني بقدره ربي باش يرجع خير من قبل. حاجه اخرى كما قلت لك، معناتها صحيح قمنا بالواجب، اما ديما حاجه توجع بالنسبه لنا. الواحد اليوم كاين ما انتصرش البطوله حاجه معنا ما عندها حتى طعم في غياب الجمهور نتاعنا. اما الله غالب هذاك اللي مكتب ربي، اما اقل حاجه كما قلت لك نهديوه لهم الانتصار والتتويج هذا وكهو. عايش.